بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس مبحث العقيقة من كتاب الفقه المنهجي الشافعي من دروسنا اليومية، شروط العقيقة. قال: ويشترط في العقيقة حتى تكون مجزئة ما يشترط في الأضحية. عرفنا نحن شو هي العقيقة. شو هي العقيقة يا وسيم؟ الولد يولد أبوه، والبنت إيه؟ بس يعني يجزئ، يعني لما بيولد عندنا مولود في اليوم السابع نحلق شعره ونتصدق بوزنه ذهبا، الشعر بيكون قليل كثير، فهي يعني نوع من التعليم على الكرم والشكر لله سبحانه وتعالى. وأيضا نذبح له شاة، وتجزئ شاة للذكر وشاة للأنثى، والأفضل شاتان للذكر وشاة للأنثى، وهذه من عمل الأب، فإذا بلغ الصبي صارت من عمله، يعني سقطت عن الأب وانتقلت إلى الابن. قال: ويشترط في العقيقة حتى تكون مجزئة ما يشترط في الأضحية. ماذا يشترط في الأضحية؟ قال: الجنس، أن تكون من الأنعام. بروح جيب لي حمار وحشي أو جيب لي غزال؟ لا، بده يكون من النعم، يعني إبل وبقر وغنم وماعز. والسن، الإبل أن تكون قد دخلت في السادسة، البقر والغنم أن تكون قد دخلت في الثالثة، الضأن خروف يعني أن يكون قد دخل في الثانية، أو أن يكون قد سقط، لم يدخل يعني لم يتم السنة الأولى لكن سقط مقدم أسنانه. قال: والسلامة من العيوب التي تسبب نقصا في اللحم. إذا فيها عيب يسبب نقص في اللحم، يعني هزيل كثير، تبانا عجفاء مريضة ما بقي فيها لحم يعني كثير، فهذه لا تجزئ. قال: والسلامة من العيوب التي تسبب نقصا في اللحم، وذلك لأن العقيقة ذبيحة مندوب إليها فأشبهت الأضحية. روى الترمذي وصححه في الأضاحي باب ما لا يجوز في الأضاحي، وأبو داود واللفظ له في الضحايا باب ما يكره من الضحايا، عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي. قال: العوراء البين عورها، اللي فيها عور بعينها، والمريضة البين مرضها، بين أنه مريضة، والعرجاء البين عرجها، العرجاء اللي عم تعرج، أي ما بصير لا بالأضحية ولا بالعقيقة، والمريضة اللي مرضها ظاهر كمان لا تزئ لا في الأضحية ولا في العقيقة، والعوراء في عينها أيضا لا تزئ. قال: والكثير التي لا تنقي. لا تنقي يعني لا مخ لها، مأخوذ من النقي وهو المخ. ويقاس على هذه العيوب الأربعة كل ما يشبهها، يعني أي مرض يسبب الهزام فلا تجزئ فيه لا الأضحية ولا العقيقة. ويقاس على هذه العيوب الأربعة كل ما يشبهها في التسبب في الهزال وإنقاص اللحم. بكفي هدول، بكرة نقرأ إن شاء الله ما تخالف به العقيقة الأضحية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.